للتوضيح، يستعد العراقيون لانتخابات تجرى لأول مرة قبل موعدها المحدد منذ عام 2003، يتزامن موعدها في تشرين مع ذكرى انطلاق تظاهرات تشرين الأول قبل عامين التي أفرزت سياقاً جديداً لتعامل القوى السياسية مع الشعب. ولأول مرة تذهب كل المؤشرات إلى تحقيق هذه الانتخابات نسبة مرتفعة من الشفافية والنزاهة، ولكن في ظل دعوات المقاطعة، ما هي النتائج المحتملة للعزوف عن المشاركة في هذه العملية؟ العقبة الأولى تتمثل في احتمالية عودة الوجوه الحالية إلى مجلس النواب، فغالبية المرشحين في هذه الانتخابات هم شخصيات جديدة على المشهد النيابي ولا يمتلكون قاعدة جماهيرية مسبقة تصوت لهم، على عكس كثير من النواب الحاليين الذين تستعد جماهيرهم للتصويت لهم. العقبة الثانية، المقاطعة هي فرصة لوصول فاسدين إلى مركز القرار التشريعي، فغياب الناخبين المستقلين بقرارهم يفسح المجال أمام بعض الفاسدين الذين يمتلكون قاعدة ثابتة من الناخبين تمكنهم من الفوز حتى لو كان عدد ناخبيهم قليلاً. المقاطعة هي أيضاً سبب لتضاؤل الضغط الشعبي على الأداء السياسي، لأن المشاركة الواسعة تمثل ثقلاً شعبياً رقابياً على النواب، لا سيما في ظل القانون الجديد الذي اعتمد الدوائر الانتخابية المتعددة والصغيرة، فكلما كان عدد ناخبي النائب الواحد أكبر كان خاضعاً أكثر لضغط المساءلة والرقابة من قبلهم. لا شك أن الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الانتخابات معظمها من الأحزاب التقليدية، لكن المختلفة هذه المرة أن كثيراً من مرشحيها لا يمتلكون الولاء لها، وحسن اختيار الأفضل من هؤلاء أي من يخافون على سمعتهم ومكانتهم بين ناخبيهم ومشهود لهم في خدمة الصالح العام، سيكون له تأثيراً بلا شك على مجريات التغيير الذي يسعى له العراقيون.